السلام عليكم متتبعي قناة ديليشيس فود. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض موس وشوكولا، ما كنحتاجوش فيها البيض. هنايا عندي 100 غرام كريمة، درتها حتى غلات، كنضيف ليها 100 غرام ديال الشوكولات. صافي كنخليها بحال هكا حتى كتذوب، كنخلطها مزيان ونخليها نخلي هذا الخليط حتى يتفنى شويه. هنايا الشوكولا ديالنا بعد ما دفات شويه، هنايا طلعت 200 غرام ديال الكريمه. هنايا 200 غرام ديال الكريمه. هنايا عندنا هذا ليمول تاع السيليكون، راه متوفرين في الاسواق واشكال والاحجام اللي بغيتو. وهنايا عندنا الشوكولا، غادي ناخذ شويه هاد الكريمه نضيفها على الشوكولا ديالنا. هذه الاولى معليش ماشي مشكل، نحركوها باش ماشي مشكل، هذه تحرك هكا ما كاين حتى مشكل. باش درجه الحراره ديال الشوكولات ما تبقاش سخونه ومن ندفو لها الكريمه الاخرى اللي بقات لينا تخسر لينا. صافي نبقاو كاملين بهذه الطريقه. دابا غادي نبقاو نطلعو من الفوق لتحت غير بشويه، نحركو غير بشويه من الفوق لتحت. يمكن لينا هكا ناخدوها ونديروها في الكويسات، ولا بغينا نزيدو نعطيوها منظر زوين كناخدو شويه نحطو هنايا. راه ما فيها لا جيلاتين ولا بيض ولا حتى شي حاجه كيف ما شفتو. صافي كناخدو هذيك الشوكولا ديالنا كنحاولو اننا نديروها هكذا في الوسط هكذا بهذه الطريقه. كنوليو نغطيو بالكميه نتاع الكريمه لاموس اللي بقات لينا بهذه الطريقه. الكميه كتعطيكم 6 بهذا الحجم، وكتعطيكم 5 راه كاين واحد الحجم شويه كبير عليهم، فيهم 5 ديال نصف دائره بحال هكذا هاد لي دوم. نخليو حتى مقيطه كلشي نخويوه هكذا. دابا غادي نشدو هذا، نحاولو اننا نضربو هكا مزيان باش كيتقاد لينا الوجه على هاد الشكل. الا شفنا شي وحده فيها بزاف نزولو ونزيدو الاخرى باش كاع نقادوهم يجيو كاع متساويين. صافي هاد الشكل. انا غادي نجيب واحد السباتول. صافي هيا بعد ما قديتها دابا غادي نغطيها بفيلم اليمونتير وندخلها للمجمد ليله كامله. دابا نحضروا الكلاصاج حتى هو غادي يكون بلا جيلاتين. هنايا سخنت 150 غرام ديال الكريمه، غادي نضيف ليها حتى غلات زولتها من العافيه، غادي نضيف لها 150 غرام ديال الشوكولات اسود. نخليها غير شويه يدوب داك الشكلاط. صافي كنبقاو نحركو حتى كيتخلط لينا مع الكريمه. الشكلاط من الاحسن يكون
نوع مزيان باش تكون عندكم النتيجة مرضية. صافي كنبقاو مكملين بهذه الطريقة حتى كيتخلطوا لينا كاع كاملين بهذه الطريقة. انا ما كنضيف ليه لا زبده لا حتى شي حاجه، هكا كنستعملو. كاين اللي كيضيفو فيه الزبده، انا ما كنضيفش الزبده. صافي صافي هما كتخلطوا، نخليوه يدفى شويه باش تعرفوا الكاناج راه صافي دفى وجاهز للاستعمال. كتاخذوا واحد شويه كديروه في طرف الشنفه ديالكم، الا سلقاتكم راه باقي سخون، الا جاتكم دافي يعني راه تقدروا ديروه فوق الحلوه ديالكم. نطلق ديالنا باش ما جمدات. ها هو الكلاصاج ديالنا. هنايا كناخذوا جينواز بالشوكولا، كناخذوا واحد واحد دائره كتكون قدها قد لاموس، وكنقطعوها هكذا بهذا الشكل. صافي عندنا هكا دوائر. هاد الطريفات اللي كيشيطونا تاع الجينواز ما نرميوهمش، نخليوهم نديرو بهم الديسير، نديرو بهم اي حاجه هكذا. صافي ها هي كناخذو واحد هكا تزول لينا بسهوله. كناخذو واحد نصف دائره كنديروها فوق منها، كنبقى غادي معها غيب شويه. ها هي كتزولنا. هنايا انايا خديت واحد هذا بلاطو، درت من فوق منه هذا ورق الطبخ، ماشي ورق الطبخ سمحوا لي، الفيلم المونتير، باش من ندير الكلاصاج هذاك الكلاصاج اللي بقى ليا ما نرميهش، نجمعو نديرو في واحد العلبه ملي نحتاجو نولي نسخنو على حمام مريم ونخدم به. غادي ندير حداكم واحد جوج، ها هي بهاد الطريقة كتمشي. في داك الكلاصاج ديالنا كنشدوه وكنخويوه هكا من فوق الحلوة بوحدو، غادي يهبط على الجناب. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة، زينتها في الجناب باللوز مهرمش، درت ليها الشكلاط ومن التحت درت ليها واحد الدائرة ديال بات صابلي. نتمنى الحلوة تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.